إذا إذا حكينا على types of VF drives، نوعين VF drives. في نوع اللي هو rectifier، بتكون controlled rectifier، هي بدخل عندنا هون، أنا رسمها بهذا الشكل. خلينا نفترض هذا هون فري فيز، بندخلها الفا، نغير الفايرنج انجل، وهون عندي في داخلها راح يكون 6 اس سي ارز، هذا 6 بلس كنترول ريكتيفاير. هون راح يعطيني فاريبل دي سي، وبعدين هون بنستخدم ستيب ويف انفرتر مش بي دبليو ام. هلا هون راح يطلع عندي 3 تيرمينالز عم بتحرك، وهون اذا كان هذا فولتج سورس انفرتر راح يكون في عندي هون الدي سي باس. هلا هذا مش بلس ويف موديليشن، هذا النوع هلا استعماله قليل جدا. هون بغير الفولتج بالريكتيفاير الموجود هون، بعطيني فاريبل دي سي، وبعدين بغير الفريكونسي، والويف فورم تبعت الاوتبوت راح يكون شكلها، اذا متذكرين درسناهم حكينا عنهم 120 وال 180، 120 درجه كوندكشن او 180 درجه كوندكشن، متذكرين هذول؟ وعملنا مشينا فيش بلس ويف موديليشن هون، هذه اسمها ستيب ويف انفرتر، يعني بتعطيني زي الدرج بس. مشكلتها ايش؟ مشكلتها الاساسيه، شو الشيء المزعج جدا في هاي؟ فول اوف هارمونيك، فبتضاعف التورك لانه في عندي لما بحطه على المحرك الان. مشكلة ثانية كمان الباور فاكتور ضعيف سيء جدا هون بيكون، لأنه أنا حاطط ريكتيفاير مباشر على الانبوتس. لاحظين هاي كنترول ريكتيفاير. كنترول كيف بغير الفولتج هون؟ ايش بغير الان؟ بغير الفايرنج انجل من هون. فهذا الجزء صار كأنه فيريبل فولتج، وهذا الجزء كأنه فيريبل فريكونسي. هذول اسمهم ستيب ويف انفرتر. هلا قليل جدا انك تلاقي من هون، لكن هي فكره كانت موجوده. فاول ما طلعوا الانفرترز هاي كانت الفكره الاساسيه، بغير الفولتج بتغير معي الدي سي بس فولتج من هون، هذا فولتج سورس انفرتر لانه الفولتج عم بحاول اخليه كونستنت، وبعدين بعمل السويتشنج على الفريكونسي المطلوبه بدون بلس ويت موديليشن، يا بعمل 120 درجه كوندكشن لكل ترانزستور فبصفي عندي 2 ترانزستورز كوندكتنج ات ا تايم، او بعمل 180 كوندكشن لكل ترانزستور فبكون عندي 3 ترانزستورز. متذكرين حللنا الويف فورمز وطلعنا عليهم. مشكلتي الاساسيه هون فيري هاي هارمونيك، وهون الباور فاكتور فيري بور، لانه كل ما بغير الفا من هون بتغير عندي الباور فاكتور، فالباور فاكتور فبور باور فاكتور. اذا هون المشكله عندي بور، يعني ايش؟ هاي ولا لو؟ لو بور باور فاكتور، هذا مشكله هذا الجزء. وهون بعدين عندي اللود سايد، هذا طبعا هاي الهارمونكس انت اللود سايد عم بحكي، مش هيك؟ مش هذا اللود وين راح احط المحرك؟ هون. هذا مثلا سكويرل كيج اندكشن موتور، وبعدين بدي عندي هاي ان هارمونكس، هذا اسمه ستيب ويف انفرتر. صعب جدا الان تروح تشتري ستيب ويف انفرتر، ما في. شو اللي صار الان موجود؟ البلس ويت موديليشن. هلا البلس ويت موديليشن في اف ريشو، وطبعا حتى هون بقدر بحافظ كمان على في اف ريشو بنفس الطريقه، يعني هون بحافظ نفس الشيء على في اف، بغير في وبغير اف، بغير في وبغير اف، وبعمل البوست بنفس الطريقه. كنترولر البي دبليو ام، بالبي دبليو ام هلا شو عملنا بالريكتيفاير؟ صارت كونستنت، يعني هون فيش الفا، وهون ما عندي زاوية الفا بتدخل، بيجي عندي هون الثري فيز بنفس الطريقة، وعندي هون راح يكون هاي الدي سي، لكن هذا هون كونستنت فولتج، راح يطلع معي هون كونستنت فولتج. إذا هذا هون كونستنت فولتج، ما بغير الفولتج، فهذه هون uncontrolled rectifier. هذا بحسن الباور فاكتور اللي جاي من هون، بحسن الباور فاكتور تبع السبلاي. مين راح ينزعج من الباور فاكتور تبع السبلاي؟ الشركة الكهرباء. لما يصير الباور فاكتور هون سيء هذا بسبب مشاكل وبسحب هارمونكس كمان، فانا بدي احاول احسن الباور فاكتور اللي موجود هون، لسه في هارمونكس كمان بسحبها من السبلاي. وبعدين هلا الجزء الثاني شو بستعمل فيه؟ هون هلا شطاره البي دبليو ام، باستعمال البي دبليو ام انا بغير الفولتج، فعندي فيربل فولتج وبغير الفريكونسي، وعندي بغير الفولتج باستعمال متذكرين الموديليشن اندكس ام اي اللي هو بيساوي احنا ما شرحته انا هذا شرحته ما شرحناه هذا اسمه ام اي هو الموديليشن اندكس، رح نشوف كيف بنغير الفولتج.
اذا بتغير عندي الافكتيف فولتج وبعدين عندي اذا سميناها ام اف بغير هاي الكارير فريكونسي. ليش بنغير الكارير فريكونسي؟ عشان الريبل اتخلص من الريبل وبغير الفولتج لانه هون بطل في عندي طريقه اغير الفولتج هون. وين كنت اغير الفولتج هون؟ بالفا. فالكنترولر هون كانت تغير في و اف في و اف في و اف. هلا وين بغير في و اف؟ في نفس هذا نفسه بتغيير البلسز. فبتغييري للبلسز بصير اغير البلسز من هون بتغير معي الموديليشن اندكس وبتتغير الفريكونسي بنفس الوقت. وهلا بنرجع لنفس الكيرف اللي شفناه قبل شوي اه هي مع البوست اللي هون هي هيك وهي هيك عندي هي في وهي اف. اذا هون هذا رح ندرسه بالتفصيل الان كيف بعمل البلس ويث موديليشن بحيث انه يغير الفولتج ويغير الفريكونسي بنفس الوقت. هون عندي طبعا 6 بلس انفرتر باستعمال اي جي بي تيز راح يطلع الان معي 3 فيز هون وبشبكه على 6 سكوريل كيج اندكشن. الادفانتجز لهاد على هاد ايش هي؟ لاحظوا اذا عملت الكارير فريكونسي كانت عاليه شو بكون الكرنت اللي بيمشي في المحرك؟ سينسوريك. تذكروا شفتوه بالسيم باور سيستم شفتوه لو عملنا هون خلينا نرسم رسمه بسيطه جدا للبي دبليو ام. هذا يونيبولر سويتشين انا طبعا عفوا رسمته هذا سنجل فيز هو المفروض يكون طبعا 3 فيز بس انا رسمت مثال على السنجل فيز فراح يصير الكرنت يعمل معي زي ما شفته هون هذيك المره الكرنت راح يبدا يقترب شكله من ساينوسويدال لما بس برفع الكارير فريكونسي اللي موجوده هون وفيه باي بولر راح احكي عن الباي بولر واليوني بولر سويتشنج بس انا تخلصت من مشكله الهارمونكس اللي موجوده هون وكمان لما نقلت الفيريبل فولتج هون صار بطل في عندي كنترول ريكتيفاير فحسنت الباور فاكتور بحسن الباور فاكتور اللي رايح في السبلاي من الشركه اذا هذا اكيد ماتش بيتر بعطيني تورك احسن لانه خففت الريبل اللي موجود هون وبعطيني باور فاكتور احسن. الجنريشن اللي بعدها شو هي؟ فلكس فيكتور كنترول. هذول الاثنين سكيلر كنترول يعني هذول الاثنين سكيلر كنترول مبداهم الاساسي هو في على اف. اوكي ماشي.